مش ناقص اللي تركيب الجيب على اليمين. غرزة ضيقة فتل 20 على 1. يا لهوي خيطت الجيب على ايدي. ايدي يا عايزة ايدي. طب انا هفكها ازاي دلوقتي من الجيب؟ هفك ايدي من الجيب ولا افك جيبي من الايد؟ انا لو ايدي اتقطعت انا هقرا الضوافر ازاي؟ المكنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بشتغل حتى وانا نايمة. مش كفاية عليا المصنع؟ الساعة بقت كام؟ يا لهوي 6:30. ما ضربش الليل ينضرب. يلا يا كوتكوت، يلا يا حبيبي صباح الفل. مش بقتش نوم؟ يلا يا حبيبي اصحى اصحى يا حبيبي. عايز تنام انت؟ صباح الخير صباحنا. رز بلبن طبخنا. ايه ده برضو مبلول؟ ده انا لسه مغيره لك من نص ساعه يا مطرطراتي. كم مره قلت لك تعملها في الحضانه؟ الساعه 7:02 تشخت ام الداده هي اللي مغيره لك مش انا. يلا عشان اغسل لك بقلوستك الصغيره. يلا طبعا ما فيش ميه سخنه. تراهن ان ابوك لهبل طفى السخان امبارح بالليل؟ لا طلع شهبل ولا حاجه ظلمناه. ما احنا لو وصلنا الحضانه متاخرين المشرفه بتاعتك هترجعنا البيت تاني. اتاخرنا اليوم هيضيع. حد يقول بقلوسه صغيره كده تعمل الفطيره الكبيره دي؟ مش مهم اغسل وشي. هو يعني حد بيبص لي؟ يلا يا كتكت يلا عشان اغير لك. هنلحق ان شاء الله. يلا شاهد يا كتكت على ابوك ما هنش عليه حتى يشيل هدومه مطرح ما قلع. طب بلاش الهدوم، يشيل كوبايه الشاي اللي شرب فيها. ايه يعني جت على الشاي؟ ده ما بيشدش الصفون وراه، قلب لنا ريحه البيت. ايه يا كتك فرحان وامك بتهبل كده؟ اعمل ايه اصل ابوك جنني. ايه ده هي الهدوم كلها وسعت عليا كده ليه؟ يلا وادي جونيله ماما وشنطه ماما والمفتاح. المفتاح مفتاح فين المفتاح؟ حطيت المفتاح فين؟ حطيتي المفتاح فين يا بنت يا سناء؟ يوه يا كانت ناقصه يا ربي، يبقى الوقت سارقني ودي مني المفتاح. كل يوم الصبح نفس الموال. طيب نهدى 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 عشان نعرف نركز نركز. حاول افتكر اللي عملته امبارح بالليل. رجعت البيت عطية ما كانش موجود. انا اللي فتحت الباب. الواد كان على دراعي اليمين والشنطه والمفتاح في ايدي الشمال. اه في ايدي الشمال. دخلت الشنطه حطيتها هنا والواد على السرير. اه اهو على السرير. المفتاح كان لسه في ايدي وزازه اللبن تحت باطي. ايوه تحت باطي. دخلت الشنطه حطيتها في المطبخ واللبن حطيته في الثلاجه. ما ده هيكون حطيت المفتاح كمان في الثلاجه. لا ولا في رف البيت ولا حطيت اللبن اصلا في الثلاجه. امال حطيته فين بس يا ربي؟ ايوه على البوتاجاز عشان بزازت الواد. ساعتها سمعت عطيه نازل هبد على الباب. اتريني كنت سايبه المفتاح في الباب وهو مش عارف يفتح. دخل وقعد يزعق زي المجنون. المفتاح كان لسه في ايدي. بحلقت له بحلق لي شوحت له زغر لي حطيت له المفتاح جوه عينيه. ايه يعني ايه يعني لما نسيت المفتاح في الباب هتاكلني؟ بقول لك ايه لمي لمي تداريانه بحاجه. محشور 12 ساعه في كابينه متر في مترين. حلوان المرج المرج حلوان. يا عيني عليا مش لاقي حد غيري يتفش غلك فيه. ساعه الروقان سايبها لاصحابك على القهوه وانا نازل فيها شخط وتبريق. بترجع من الشغل على السرير وبالليل التلفزيون ويوم الجمعه الماتش عشان تبحلق لي 22 معتوه بكلسونات بيلفوا ورا كوره. يا اخي انا تعبانه محتاجه مساعده وانت ولا انت حاسس. مش فاهمك انت. لا فاهمه فاهمة وحاسة بالمر وساكتة ساكتة على الشقة وبدحلبلك عشان ساعة حلوة نقضيها سوا.
كل يوم بيفوت زي التاني. ده انا نسيت شكل وشك لما كان بيضحك. مش فاكره اخر مره قلت لي فيها الشاي معسل قوي. انت مقلباه بصوابعك ولا ايه؟ مش كفايه الدنيا يا عطيه؟ مفتاح. ده انا بقيت حاسه اني عبيطه وانا بدلع عليك على السرير، وانا عارفه انك عايزنا نخلص وننام عشان الشغل. فضلت ازعق زي المجنونه والمفتاح كان لسه في ايدي. قلت له لو كان الجواز كده يبقى انا عملت اكبر غلطه في حياتي. صعبت عليه، جري عليا وشه زي الليمون، اصلي بهدلت الدنيا. قال لي ما نتفاهم بالعقل. قلت له ما ساح، عقلي ساح. قام زاقني على السرير وخد حقه تالت ومتلت. ساعتها خد مني المفتاح، يكونش حاطه في جيب جاكيتته. مفتاحي، مفتاحه هو كمان. احسن يرجع، مش هيلاقي حد يفتح. يلا يا حبيبي، يلا يا كتكوت، لقيت المفتاح. وادي يا شرب ماما وشنطه ماما وحبيب ماما. يلا هنلحق. النهارده الجمعة. مش كنت تقول يا كتكوت ان النهارده الجمعة؟ يوم الجمعة اجازة، الناس تنام فيه لحد الظهر وتشخر. نفسي الدنيا لكل الايام فيها جمعة. السبت جمعة والخميس جمعة وكل الايام جمعة. انا لو حلمت تاني اني بشتغل هشنق نفسي واشنق ابوك. النوم لذيذ.